منتجع. ما هي المواسم التي ينشط فيها هناك وجود كبير وكثيف في المنتجع؟ المواسم التي ينشط فيها المنتجع هي موسم فصل الشتاء ومواسم الأعياد، رأس السنة طبعا. نعم، دي المواسم اللي نكون فيها كراودد في الميتا. طيب، هناك نقطة مهمة جدا كذلك وهي النقطة التأمينية. هل المنتجع مؤمن؟ المنتجع مؤمن، فيه أفراد أمن موجودين داخل المنتجع خلال 24 ساعة. طيب، الأسعار. أنا سأحاول ألا يعني أجعلك تفصح عن الأسعار، ولكن هل هي متاحة وفي المتناول؟ وأريد إجابة شفافة وصريحة، لا أريد إجابة دبلوماسية. الأسعار في متناول اليد وما بنختلف مع أي زوج. شكرا جزيلا. الله يعافيك. طيب، المنتجع مفتوح للمقيمين فقط القطنين النزلاء أم أنه مفتوح لعامة الشعب كذلك؟ يعني أنا أرى بعض الأسر موجودة في الساحات الخضراء، في كذلك الباحة الموجود فيها ألعاب الأطفال. هل هي مفتوحة لعامة الناس أم فقط؟ مفتوحة لعامة الناس، محليين والأجانب أيضا. هل من تذاكر في البوابة أم الدخول يكون مجاني؟ الدخول الحجز عن طريق الاستقبال، بوابة الاستقبال. فقط بالاسم أم هناك رسوم تدفع عند الدخول؟ ليس يوجد رسوم سوى رسوم الحجز. رسوم الحجز فقط. رسوم الحجز فقط. ماذا؟ يعني إذا أنا أسرة أردت أن آتي إلى المنتجع ولكن لا أريد أن أنزل في غرفة أو جناح، أريد فقط أن أستغل وأستخدم الوسائل الترفيه الموجودة، هل يسمح لي؟ دي ممكن حجز نص يوم أو مقيل. دي هي الكافيه. بيجوك يعني مجموعة من الناس بيختاروا الكافيه، ولكن إحنا عايزين نقيل. قال مقيل اللي هو نص يوم. حجز نص يوم. ممتاز. طيب، تقيمون، تحدثت أنكم تقيمون رحلات نيلية. كيف تتم هذه الرحلات النيلية؟ بالتأكيد طبعا عبر القوارب وكذا، ولكن احكي لنا تفاصيل أكثر. الرحلات النيلية تتم بتنسيق مننا عن طريق مراكب على النيل. بننسق الرحلات النيلية عن طريق مشرف على الرحلات. تطلع المجموعة بتاعت الرحلة بإشرافتها مننا. ممتاز. ذهاب وعودة. ما هي الأماكن التي تجوبها هذه الرحلة؟ الأماكن تجوب أولاً، تبتدي الرحلة بغابة الطيور في الجزيرة المجاورة للمنتجع. الجزيرة هي مسمية جزيرة بحرية. نعم. مسمية لدى أهل المنطقة. نعم. مروراً بغابة الطيور ثم الشلال. الشلال السادس. نعم. هو مجموعة من الصخور بمنحدر المياه، يعني دي المنطقة الجاذبة للناس هي الشلال السادس. إذن هو ليس شلال، صحيح؟ هو يعني ليس شلال. المفهوم السائد مفهوم خاطئ، هو ليس شلال، هو عبارة عن ربما مجرى نهر توجد به بعض الصخور، وليس شلالا متدفقا. وليس شلالا متدفقا. نعم. نعم. طيب، هل هناك كلمة أخيرة تود أن توجهها؟ والله نحن نزعت بكل الزوار الحابين يجونا ونرحب بهم، ونحن يعني كلنا سعادة بتواجدهم معنا. شكرا على استضافتكم لنا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أنت على هذه الإضاءة وعلى هذا التعريف. كثر يسمعون عن منتجع السابالوغا، يرون بعض الصور على الإنترنت وفي شبكة المعلومات الدولية، ولكن ربما ليست هناك معلومات كثيرة وكافية متوفرة. الآن نحن مشاهدين كرام، واليوم أطلعناكم على منتجع السابالوغا صوتا وصورة، فهل أتيتم إلى هنا وروحتم عن أنفسكم وقضيتم بعض جزءا من إجازاتكم في هذا المكان للترويح عن النفس وإراحة البدن؟ شكرا جزيلا لك. شكرا، جزاك الله خير. المدير العام لمنتجع ربوة السابالوغا السياحي. نزعت بتواجدكم معنا. شكرا. الله عم.